انا نفسي مش مصدق اللي حصل. ولد وبنت في مستشفى العزل مصابين بكورونا في كفر الشيخ، ممسوكين بفعل فاضح، ما يعرفوش بعض، تعرفوا على بعض في العزل. تمام، اللي كاتب كده دكتور اسمه خالد عبد المنعم، شغال في مستشفى العزل في كفر الشيخ. انا بقول اسمه عشان لو الكلام ده غلط هو يتحمل المسؤوليه. خالد عبد المنعم، مستشفى كفر الشيخ للعزل. في بقى حاجه حصلت بعد كده، اداره المستشفى قررت ان هي تلغي العزل وتحول كل الحالات اللي عندها المصابه الخطره او الحرجه او العاديه للعزل المنزلي في البيت. طب الناس التانيه ذنبها ايه؟ يعني انا من الفيديو ده بخاطب مدير المستشفى، ناس تانيه ذنبها ايه؟ الناس اللي انت مسكتهم دول تبلغ الشرطه ويتاخدوا ويتعمل معاهم اي حاجه انت عايزها، بس الناس التانيه ملهاش ذنب. يعني ارجوكم رجعوا الناس للعزل في المستشفى عشان يكونوا تحت الرعايه الصحيه الكامله. يعني انا بعد ما عرفت اللي حصل ده قلت يعني احنا نستاهل كل اللي بيجرنا ده، ربنا يرفع عنا الوباء وينجينا من الناس الوحشه اللي بتعمل فينا كده، اللي بتتسبب في ان احنا يحصل لنا الحاجات والمشاكل دي. شكرا.